ثلاثة شهداء فلسطينيين جدد في غزة، وأبو مازن يلتقي السيسي اليوم في القاهرة. محلب يدشن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي. وجنايات القاهرة تستأنف محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام سجن وادي النطرون. موجز بأهم الأنباء من تلفزيون النهار، أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان عباس قد وصل أمس للقاهرة على رأس وفد فلسطيني في زيارة تستغرق يومين سيركز خلالها على تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد استئناف إسرائيل العدوان على القطاع. هذا وقد استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لترتفع بذلك حاصلة الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ بدئه في 8 يوليو الماضي إلى 2095 شهيدا على الأقل وأكثر من 10,000 جريح، فيما أعلنت كتائب القسام عن قصف مدينة أسدود بثلاثة صواريخ جراد. وفي شأن آخر، يلتقي وزير الخارجية سامح شكري مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب في ليبيا محمد علي شعيب والوفد البرلماني المرافق له، وذلك بمقر الوزارة. ومن المقرر أن يتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا في ضوء تجدد أعمال العنف التي شهدتها بعض المدن والمناطق في الفترة الأخيرة هناك. يدشن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، وذلك خلال زيارته إلى الساحل الشمالي التي يفتتح خلالها أحد الفنادق السياحية الكبرى ويتفقد موقع إنشاء مدينة العالمين الجديدة. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ويمثل المخطط المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية بعد مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، كما يعد أكبر نطاق تنموي على مستوى الجمهورية. قضائيا، تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وعصام العريان وصفوت حجازي، وذلك في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون. ومن المقرر أن تستكمل هيئة المحكمة اليوم سماع شهود الإثبات. كما تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم بالقاهرة الجديدة إعادة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شخصا من مشجعي الأهلي، والتي وقعت أحداثها في أثناء مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والنصري البورسعيدي في الأول من فبراير عام 2012. وكانت التهم قد وجهت إلى 73 متهما، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤول النادي المصري البورسعيدي وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري. يشار إلى أن محكمة جنايات بورسعيد عاقبت 21 متهما بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لخمسة متهمين آخرين، فيما قضت ببراءة 28 وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عاما لباقي المتهمين. ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأجهزة الأمنية رصدت تجمع عشرات من عناصر تنظيم الإخوان أمس أمام عدد من المساجد بالمحافظات وتنظيم بعض المسيرات المحدودة، وقامت بالتصدي لهم وتفريقهم، فيما قالت إنها تمكنت من ضبط 35 من مثير الشغب في 8 محافظات. وكانت عناصر من تنظيم الإخوان قد نظمت أمس مظاهرة بمنطقة العمرانية قاموا خلالها بإطلاق الألعاب النارية والحجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة التحذيرية، كما شهدت منطقتا المطرية وعين شمس اشتباكات مماثلة. وذكرت تقارير أن سيدة قد لقيت مصرعها خلال اشتباكات عين شمس. كان هذا هو الخبر الأخير، وقبل الختام تذكرة بأهم ما جاء في هذا الموجز. 3 شهداء فلسطينيين جدد في غزة، وأبو مازن يلتقي السيسي اليوم في القاهرة. محلب يدشن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.
وجنايات القاهرة تستأنف محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام سجن النطرون. نهاية موجز الأنباء من تلفزيون النهار، شكرا لكم، إلى اللقاء.